أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات. الدرس الأول: أشكال ثلاثية الأبعاد، المكعب، الكرة. مراجعة مفاهيم سابقة: في غرفة الألعاب كثير من الأشياء المتنوعة، نريد أن نبحث معا عن أشياء على شكل كرة. الكرة البلاستيكية على شكل كرة، وكرة القدم على شكل كرة، وكرة المضرب أيضاً على شكل كرة. لنبحث الآن عن أشياء على شكل مكعب: علبة المناديل على شكل مكعب، لعبة المكعبات الملونة على شكل مكعب، حجر النرد على شكل مكعب، وعلى الرف هناك علبة هدايا على شكل مكعب، ويوجد أيضا مكعبات الحروف على شكل مكعب. تعلم، أمامنا يا أصدقائي مجموعة من أشكال ثلاثية الأبعاد، هذه تسمى مجسمات. تمرن، لون الشيء الذي يشبه كل مجسم موضح في الأعلى باللون نفسه. تعلم، هيا نتعرف أسماء بعض المجسمات. في هذه المجموعة كل مجسم منهم يسمى كرة، أما في هذه المجموعة فكل مجسم منهم يسمى مكعب. تمرن، صل المجسم الصحيح باسمه: مكعب، كرة. تمرن، حوط ما يشبه المجسم. هذه كرة، ما هو المجسم الذي يشبه الكرة يا ترى؟ إنها البرتقالة. وهذا مكعب، ما هو المجسم الذي يشبهه؟ إنها علبة المناديل. والآن لون الشيء الذي له شكل المكعب باللون الأخضر، ولون الشيء الذي له شكل الكرة باللون الأحمر. ماذا تعلمنا من درسنا اليوم؟ تعرفنا على أشكال ثلاثية الأبعاد، وتعرفنا على أسماء بعض المجسمات: كرة، مكعب. والآن استعد لنشاطك المنزلي.
إلى هنا أعزائي الطلبة وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى، ودمتم سالمين.